السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مع بعض محاضرة Drug Design الخاصة بالبرو دراجز. كان من ضمن أهداف البرو دراج إن إحنا نعمل prolongation للديوريشن أوف أكشن. في بعض الأحيان بنبقى عاوزين نخلي الديوريشن أوف أكشن بتاعنا طويل، قد يصل في بعض الأحيان لشهر، زي في حالة الأدوية اللي هي الأنتي سايكوتيك دراجز، بنبقى عاوزين الدواء بتاعنا يبقى فيري لايبوفيليك عشان يقعد في الانتراماسكولار، يعني لما نيجي نحقنه بالانتراماسكولار يقعد في المصل فترة طويلة ويحصل سلو ريليز ويبتدي يخش الستريم بتاع البلد سلولي وبعدين يحصل له اكتيفيشن. طب نعمل الحكاية دي ازاي؟ ان احنا لو لقينا عنده او اتش جروب زي دي كده نروح مركبين عليها مفعلين يعني مع الديكانويك اسيد، فنعمل الديكانويت استر، سواء كان الهالوبريدول الدواء اللي احنا شايفينه ده او الفلو في نازيل الدواء اللي احنا شايفينه ده، الاثنين عندهم او اتش جروب ينفع يعني يتركب عليها ديكانويت استر. بالحاله دي الدواء بتاعي بيبقى فيري لايبوفيليك ويحصل له سلو ريليز، وهو طبعا في الشكل اللي هو بتاع الاستر ده بيبقى ان اكتف، فبيحصل له اكتيفيشن في البلد عن طريق الاستريز انزيم اللي هيبتدي يكسر الاستر اللي هيكون ويرجع لي الفري او اتش مره ثانيه. وفي الحاله دي ممكن الديوريشن اوف اكشن بتاع الدواء بتاعي ممكن يوصل ل 1 مانث. من ضمن الاهداف بتاعه البرو دراج ان انا انهانس البيشنت اكسبتابيليتي. This is usually done to avoid unpleasant taste. احيانا في ادويه بيبقى طعمها وحش زي كلورامفينيكول، طعمه مر جدا وده غير مستساغ بالنسبه للاطفال، فدور على او اتش جروب عنده ما تكونش عندها ستريك هندرنس زي دي كده، لان دي سيبريتد عن المين تشين ده بسبيسر اللي هو الميسايل سبيسر ده. فالاو اتش دي يبتدي يركب عليها مثلا اي فاتي اسيد زي البالميتيك اسيد مثلا، فدينا كلورامفينيكول بالميتيت استر، وده بيبقى طعمه حلو طبعا، ما عندوش البيتر تيست، ده بيبقى ماسكد تماما. طبعا هيخلي الدواء بتاعي very lipophilic، ما بيدوبش في الصلايفة بتاعت البق بتاعت الطفل، وبالتالي هيتبلع، هيوصل لحد الانتستين. في الانتستين هو دواء lipophilic فالامتصاص بتاعه هيبقى أحسن، يعني احنا حسينا دلوقتي bioavailability بتاعت الدواء بتاعي. بعد ما يخش البلازما الاستريز انزيم يبي يكسر في المنطقة دي كده ويعمل لي generation regeneration للكلورامفينيكول مرة تانية. في بعض الاحيان بيبقى انا محتاج ان انا ازود السولوبيليتي بتاعت الدواء، خاصه لو انا عاوز اعمل ادويه تتاخد اي في، يعني انا عاوز ادويه فيري بولر عشان تبقى سولوبل في البلازما بتاعت الدم. فكتير من الادويه بتبقى نون بولر، تبقى لايبوفيليك، فما ينفعش تتحقن في الاي في انجكشن، لازم اول احولها صوره ينفع تتحقن فيها في البلازما بتاعت الدم. طب يبقى انا ابتدي ادور ان انا اعمل منها مثلا ساكسينيت استر، او اعمل منها فوسفيت او دراج يعني فوسفيت فورم، او اعمل منها سلفونيت، يعني اضيف على الاستراكشر بتاعي اجزاء ينفع تتشال بالانزيمات بتاعه الجسم بتاعنا عشان تعمل ريجينيشن للدواء ده، والاجزاء دي تكون عليها بولر مويتز، عليها او اتشات كتير، عليها كاربوكسيليت مويتيز كتير والكلام ده كله خلاص. بس الكلام ده هيخلي الدواء بتاعي اللي هو في صوره الاستر الجديد ده او الشكل الجديد ده مش بيرميابول، مش هيقدر يخش على الدم بتاعي، مش هيقدر يخش على الخلايا بتاعتي بسهوله. ليه؟ لانه بولر قوي، وبالتالي لازم يحصل ريجنريشن او اكتيفيشن للاكتيف فورم علشان يقدر يخش الخلايا. طيب من الاكزامبلز على كده مثلا دواء اسمه امبرينافير، ده انتي اتش اي في دراج، ده عنده بور اكواس سولابيليتي، بور اكواس سولابيليتي، ده ما بيمتصش اصلا، يعني ده فيري لايبوفيليك، يعني ده انا ممكن اخد الدواء ده ولا يمتص. ليه؟ لانه هيدنه قاعد في الليبيد تيشوز اللي موجوده في الانتستين. طب يبقى انا محتاج ان انا احسن له شويه البولاريتي بتاعته، لان انا قبل كده قلت لكم ان الدواء عنده قاطرتين، واحده بولر وواحده نون بولر. النون بولر تحسن الابزوربشن بتاعه من الانتستين، والبولر تحسن يعني ايه تشده ناحيه ايه البلازما او البلد. فبنركب عليه الفوسفيت مويتي دي، فهتخلي الامتصاص بتاعه احسن بكتير.
يعني يقدر يخش الدم بسهولة. وونس ان هو وصل الدم يبقى عندك الفوسفاتيز انزيم اللي موجود في الدم يبتدي يكسر البروتين دي ويعمل جينيريشن للاكتيف فورم مرة تانية، خاصة عند يعني الخلايا مباشرة. طيب في أدوية بقى أنا ببقى محتاج إن أنا أخليها بولر قوي عشان أحقنها في الدم مباشرة، فأجي مثلا دواء زي كلورامبينيكول ده أصلا لايبوفيليك شوية، صح؟ إحنا من شوية قلنا إن هو عنده شوية أقوى سولابيليتي فعشان كده كان عنده بيتر تيست، لكن ما أقدرش في وضعه الحالي برضه زي بالشكل ده يعني أحقنه في الدم لأنه ما بيدوبش، بيديني سسبنشن، ما حدش بيحقن سسبنشن في الدم. طب نعمل إيه؟ ناخد الأو إتش بتاعته دي ونعمل عليها يعني، بصوا طبعا بقيه الاستراكشر مرسوم يمين وشمال، انا خدت بس الاو هنا اهي وركبت عليها الفوسفيت، او الاو بس اركب عليها الساكسينيت. تلاحظوا هنا ايه؟ عندي نيجاتيف تشارج هنا، نيجاتيف تشارج، نيجاتيف تشارج، يعني مركبين سواء كانت فوسفيت او ساكسينيت، الاثنين ايونايزابل يعني فيري ووتر سوليبل. كويس خالص. طيب عندك البريدنيزيلون، ماشي، ما ينفعش تحين في الدم كده، ده لازم تبقى لان هي يعني بتعمل سسبنشن برضه، فلازم اركب عليها ايه؟ الساكسينيت مايتي، ده ساكسينيك اسيد اهو، خدت بالك الاو اتش اللي موجوده هناك الزرقاء هنا اهو، ركبت عليها ساكسينيك اسيد. الساكسينيك اسيد بيبقى عباره عن سي اتش 2 سي اتش 2، وبعدين هنا كربوكسيليك وهنا كربوكسيليك، ولينا على الطرفيه دي عملنا منها ايه؟ صوديوم صود، فبقى ايونايزابل جدا، كويس جدا، يعني ينفع يتحقن في الدم. طيب من ضمن الحاجات التانية مثلا دواء زي الفينيتوين، ده دواء بتاع صرع مش كده، ما ينفعش يتحقن على طول في يعني في المصل، ليه؟ هيعمل حاجه اسمها ثرومبوفليبايتس، او في الاي يعني في مكان الحقن بتاعه يعمل زرقان جامد جدا، ليه؟ لانه بيترسب على طول مطرح مكان ما احنا بنحقنه، وبالتالي بيبقى عامل زي الدبابيس كده، فبيعمل التهابات شديده. طب الحل احنا عاوزينه يبقى سوليبل، طب نعمل ايه؟ فعملنا منه الشكل اللي انتم شايفينه ده اللي هو الفينيتوين نفسه، وبعدين عندي هنا ايه؟ ميثايل، وبعدين او ميثايل، او دي بنقول عليها هنا ايه؟ اوكسي ميثيلين سبيسر اللي هو او سي اتش 2، ونيجي على الاو دي نروح مركبين عليها فوسفيت. طب ايه المصير الكلام ده؟ ده هو ده البرودراج، يخش جوه الجسم يبني، يحصل ايه؟ ان الفوسفيت دي تتكسر هنا خلاص جوه البلازما، ويديني الشكل اللي قدامك ده اللي هو فينيتوين راكب عليه سي اتش 2 او اتش. الشكل ده اللي هو سي اتش 2 او اتش ده انستيبل كيميكالي، ويحصل له سبونتانيوس هيدروليزس، ومباشره يروح مديني فينيتوين مره ثانيه. يبقى هو انا خدت البودرج والشكل ده عشان احسن الاكوس سولوبيليتي بتاعت الدواء ده، فينفع يعني يتاخد انترافينوس مثلا، وبعد كده بيتكسر جوه الجسم، بيديني اللي هو الانترميديت اللي قدامك ده اللي هو بيحصل له سبونتينوس دي يعني ديجراديشن عشان يحمل يطلع لي الفينوتوين مره ثانيه. طيب ما انا ممكن برضو عندي الامايدز او الامينو اسيدز، ممكن اعمل منها امايدز او استرز، وكان بي يوزد از ايونايزابل جروبس that can be introduced into hydroxyl او الامين جروبس او الكربوكسيليك اسيدز. طب الديس ادفانتج بقى ان انا اركب اعمل برو دراجز من الامينو اسيدز، ايه هي؟ اولا هي بتبقى دايبه جدا في الميه، ولكن بتبقى انستيبل، يبقى بور اكواس ستابيليتي، كمان بتسفر من حاجه مهمه جدا، بتعاني من مشكله ثانيه ايه؟ incomplete in vivo bioconversion، يعني ممكن ما يحصلش ريجنريشن للاكتيف دراج بسهوله. طيب ما ايه الادفانتج الرهيبه بتاعتها؟ الابزوربشن بتاعتها بتبقى سريعه جدا، يعني البرو دراجز المعموله من الامينو اسيدز بتبقى الابزوربشن بتاعتها سريعه جدا. طب ازاي؟ لان هي هتاخد الدواء بتاعي عن طريق الريسبتورز اللي بيمتص الامينو اسيدز اللي احنا بناخدها في الاكل بتاعنا، يعني انت بتاخد شوربه الامينو اسيد ده اكوا فيري فيري اكواس مش كده؟ يعني فيري ووتر سوليبل. طيب ما هو الامينو اسيد ده ما بينفعش يمتص كده على طول عن طريق يعني الامتصاص بتاعه لا يعتمد على اللايبوفيليست، ده بيعتمد على ان في ريسبتور بياخده وبينقله على طول، مش بيعتمد على الديفيوجن بتاعه من الفوسفوبايليبيد لايرز بتاعت الخلايا او من الاديبوز تيشوز. طيب كمان مثلا انا ممكن الجا بقى ايه لحيله ثانيه، الديازيبام ده طبعا انتي سايكوتيك وده ووتر انسوليبل. طب ازاي
انا ممكن اديه في صوره حقنه، ما مش ممكن يحصل الكلام ده، ما ينفعش احقن حاجه مش دايبه في الميه. فبناخد الشكل اللي موجود قدامنا ده، وده زي ما انتم شايفين هنا كده، ده ايه؟ برودراج. الجزء الاحمر ده عباره عن امينو اسيد، والاي امينو اسيد بيبقى عنده كربونه طالع منها ان اتش 2 كربوكسيليك جروب. طيب الامينو اسيد ده خلي بالك عامل امايد جروب، هنا بيبتدي يحصل الشكل اللي قدامك ده برودراج، يحصل كسر هنا ويحطيني جينيريشن للان اتش 2 اللي انت شايفها هنا كده، والامينو اسيد ده يبتدي يطلع از باي برودكت، وعندك الان اتش 2 اللي موجوده هنا دي تبتدي تعمل ايه؟ سايكلايزيشن جوه البلازما بتاعتنا، كويس؟ كوندنسيشن رياكشن يعني، ويروح يديني الديازيبام نفسه. يبقى انا كونت الديازيبام بالكيمياء بطريقه ايه؟ سهله جوه الدم بتاعي. Another method to increase the solubility involves the addition of sugar moieties. يعني انتوا فاكرين الكارديوتونيك اللي احنا درسناها مع بعض الديجيتاليز، كنا بنلجا احيانا ان احنا نزود الشوجر مويتس بتاعتها عشان نزود الووتر سولبيليتي بتاعتها، مش كده؟ فممكن كنت تزود جلوكوز مويتس او جلوكوزورانيك اسيد مويتس وهكذا عن طريق جلايكوزيديك لينكجز. من ضمن الاهداف برضو بتاعت البرو دراج ان انا انكريسنج الدراج ستابيليتي. في بعض الادويه ما هياش ستيبل، وبالعكس تاخدها تبتدي يحصل لها على طول بعد الامتصاص تروح على الليبر ويحصل لها فيرست باس ميتابوليزم، عنده فانكشنال جروب كده حساسه، اول ما تروح عند الليبر يشوفها يبتدي يعمل لها اي موديفيكيشن سريع ويبوظ الشكل بتاع الاكتيف فورم بتاع الدواء بتاعي. فانا كل اللي انا هعمله ان انا هعمل برو دراج كويس لحد ما عشان اماسك الفانكشنال جروب اللي الليبر دايما كل ما يشوفها يعمل لها ميتابوليزم. فمن الادويه اللي زي كده عندك النالتروكزون، ده اوبيويد انتاجونست اندر جوز فيرست باس ميتابوليزم، دايما الميتابوليزم بيحصل على الاو اتش الموجوده في البوزيشن رقم 3 ده. فاجي انا الاو اتش دي اروح اعمل منها استر مع يعني مع الانثرانيليك اسيد، ادينا انثرانيليت، او مع الاسيتيل ساليسيليك اسيد. طيب وبعد كده لما يخش الدم يبتدي يحصل هيدروليزس اجين، ونطير الار دي ويطلع ريجنريشن للاو اتش مره ثانيه، ويبقى الدواء بتاعي يبقى شغال. حلو قوي. طيب نبتدي ناخد اكزامبل ثاني. ده انا كمان الادويه زي التيربيوتالين ده بيتا بلوكر، كويس؟ بيحصل ميتابوليزم سريع على الاو اتشات بتاعته. طيب وبعدين ده انا عاوز الدواء بتاعي يبقى ليه لونج ديوريشن اوف اكشن شويه، يبقى ايه الحكايه؟ اخد الاو اتشات بتاعته اللي بيحصل عليها الميتابوليزم دي واروح اعمل لها ماسكينج، اركب عليها جروب ثانيه. فبنعمل الاستر اللي انتم شايفينه ده، او بنعمل دايميثايل كارباميت استر، دايميثايل كارباميت استر على الاثنين او اتش، يبقى ده الفينوليك هيدروكسي جروبس بلوكت. They are converted into dimethyl carbamate to block their metabolism and prolong its duration of action. طبعا هيحصل هنا ايه؟ هيدروليزز هنا، هيدروليزز هنا وجيجينيشن. طبعا يبقى انا ايه؟ كده زودت الاستابيليتي بتاعت الدواء. من ضمن اهداف البرو دراج ان انا اعمل decreasing للانسيدنس اوف سايد افكت. بعض الادويه السايد افكت بتاعها واضح جدا. طيب تقول لي ازاي برو دراج هيقلل السايد افكت ده؟ طب افرض ان انا باخد الدواء وعنده سايد افكت عظيم، طب ما انا اخده في صوره برو دراج علشان يحصل الهيدروليزس والريليز للاكتيف دراج سلولي جوه الجسم، فما يبقاش التركيز بتاع الماده عظيم جدا. طيب في فكره ثانيه، مثلا في بعض الاحيان بيبقى عندي الدواء بتاعي عنده اسيديك مويتي، فبتعمل اريتيشن للجي اي تي بعد ما نبلعه. طيب طب ايه المانع ان انا المويتي اللي بتعمل اريتيشن للجي اي تي دي اعمل لها ماسكينج في صوره استر مثلا، ويبتدي لحد ما الدواء بتاعي يعدي جي اي تي ويخش جوه الدم، هناك يبتدي يحصل هيدروليز، يبقى انا برضو ايه عملت اوفر كام للسايد افكت بتاع مثلا جي اي تي اريتيشن مثلا. ده برضو من ضمن الايه الاهداف بتاعتي، وزود لي برضو خدت ادفانتج ان هو يزود لي اللايف فريس بتاعت الدواء بتاعي بحيث ان هو يمتص احسن من خلال الانتستين. اكزامبل على كده النابروكسين. النابروكسين ده كلنا عارفين ان هو نون سترويدال انتي انفلاماتوري دراج،
بيعمل فات جاستريك اريتيشن لسببين. السبب الاولاني ان هو عنده كاربوكسيليك اسيد مايتي، والسبب الثاني ودي نقدر نتحكم فيه، والسبب الثاني ان هو بيشتغل بيعمل انهيبيشن لكوكس 1 وكوكس 2، وبالتالي هو بيعمل بيقلل الميوكس سيكريشن وبيسبب جاستريك ألسر. طيب الحل بتاع الموضوع ده ايه؟ ان احنا ناخد الكربوكسيليك اسيد مويتي دي ونعمل منها استر مثلا مع اي استر يكون لايبوفيليك اناف، فنعمل داي جليسيرايل استر اوف جليسرول، وده does not cause gastric irritation. يبقى النابروكسين causes gastric irritation due to the presence of carboxylic acid moiety اللي هي المنطقة دي، عشان هي اصلا acidic in nature. وباستخدام الاستر using an ester decreases its irritant properties and thus prevent gastric ulceration. سابع استخدام للبرو دراجز ان احنا improvement of the taste، ودي احنا قلناها قبل كده، كلورام فينيكول ده انا ممكن اعمل منه بالميتيت، يبقى علشان اخلي طعم الاسترز، انتوا عارفين طعم يعني فليفر شويه كده، غالبا بيبقى طعم البالميتيت ده طعم الموز، فيديني الاو اتش اللي هنا دي CH2OH، دي الاو اتش الطرفيه زي ما انتم شايفين كده بعيده، فسهل ان انا اكون عليها الاستر والبالميتيت. ده لونج تشين، يعني لونج تشين فاتي اسيد طبعا البالميتيك اسيد. والاستريز انزيم يقدر يعمل ريجنريشن ويكسر الار دي مره ثانيه. يبقى انا كده اوفركم الايه؟ البيتر تيست، وبالعكس ان انا اديته ايه؟ طعم حلو. كمان من ضمن الاهداف بتاعه البرو دراجز ان انا ايه؟ يوز تو تارجت سبيسيفيك سايز. ايه الحكايه دي؟ طيب احنا ناخد اقول لكم على مثال بسيط قوي، السلفا سايزول ده سلفا دراج، ممكن اول ما تاخده على طول يمتص من الانتستين، بس احيانا تلاقي ايه انت محتاج تعمل دواء علشان الاسهال. ليه؟ لان عندك ميكروب موجود جوه الانتستين، فالسلفا ما بيلحقش يقعد، فاللي بيحصل بيمتص بسرعه. طب انا عاوزه يقعد جوه الانتستين شويه عشان يبتدي يشتغل على الميكروبات الموجوده جوه الانتستين، فطب ده ما بيقعدش ليه جوه الانتستين؟ لانه بول نون بولر يعني لايبوفيليك. فاجي اشوف ال NH2 بتاعته دي، اروح اعمل منها الامايد مع الساكسينيك اسيد، يبقى هنا ايه؟ ساكسينايل فاثاليت او ساكسينايل سلفا سايازول، ساكسينايل سلفا سايازول. بقى عندي برو دراج من السلفا دراج عندها او هنا زياده وعندها كربوكسيليك اسيد مويتي، فالدواء بتاعي الهيدروفيليستي بتاعته زادت، فما بقاش الامتصاص بتاعه سريع. يبقى هنا انا دلوقتي ايه؟ اتحت الفرصه للسلفا دراج ان هو يقعد جوه الدم ايه؟ جوه اليومن بتاعت الانتستين فتره اطول، وبالتالي يقدر يشتغل على البكتيريا. طيب ناخد اكزامبل تاني، مثلا دواء زي اسمه ايه؟ فوسفيستيرول. فوسفيستيرول ده زي ما انتم شايفين كده هو اصلا عارفين، انتم كلكم عارفين وخدتوا معانا الداي اسايل ستيلبوستيرول. الداي اسايل ستيلبوستيرول هو الدواء اللي لونه اللي مرسوم باللون الاسود اللي قدامنا ده، بس بيبقى عنده او اتش هنا واو اتش هنا. طيب احنا عاوزينه يوصل بتركيز عالي جدا جوه، او يكون تركيزه عالي جدا جوه ايه؟ مثلا البروستيت كانسر. طيب في البروستيت كانسر عندها يعني نسبة عالية جدا من الفوسفاتيز انزيم. طيب الفوسفاتيز انزيم ده هيعمل ايه؟ اولا الدواء اللي قدامنا ده اللي هو البرو دراج اللي هو الفوسفيستيرول، اول ما احنا هيتاخد ويحصل له ديستريبيوشن هيروح لكل خلايا الجسم بما فيها البروستاتيك كانسر، لكن مش هيتاكتف، هيبقى ان اكتف في كل خلايا الجسم ما عدا الخلايا بتاعه البروستيت. ليه؟ لان عندها الفوسفاتيز انزيم عالي، فيبتدي يكسر هنا ويعمل ريجنريشن للاو اتش من الناحيه دي والاو اتش من الناحيه دي، وبالتالي الاكتف فورم من الدواء بتاعي اللي هو الداي اسايل ستيلبوستيرول يبقى تركيزه عالي جدا في البروستيت كانسر، وبالتالي يقدر نتغلب على الحجم بتاع السرطان الموجود هناك لحد لما ننهي عليه. طيب another method of site targeting involving the use of cytochrome B450 enzymes which are present in high concentration in the liver to target the liver cells. طيب this approach has only been applied successfully لما يكون عندك cyclic phosphate. اول ما تشوف الشكل ده هوت اللي انا عمال اشاور عليه، حضرتك الليفر اول ما يشوف الشكل ده يروح رايح مركب لي
OH في المنطقة دي، فيديني الشكل ده اللي هو بعد كده هيبتدي يروح كاسر spontaneous degradation هنا في المكان اللي انا بشاور عليه، ويديني الحلقة البنزين اللي هتبقى شاركها على 2 اكسجين هم، يديني ايه الشكل اللي انت شايفه ده، سي دبل بوند او، وبعدين ادي الكربونه الاولانيه والكربونه الثانيه، الكربونه الاولانيه والكربونه الثانيه، وبعدين او والبي اللي عليها ايه الاثنين اكسجين اللي انت شايفه، انه بقيه الاستراكشر زي ما هو. وبعد كده يبتدي يحصل الكسر هنا اهو، ويديني الريليز بتاع الفوسفيت اللي انتم شايفينه ده، فيديني اديفوفير مونوفوسفيت، وده بيبقى انتي فايرال ايجنت، يبقى ده البرو دراج وده الاكتيف دراج. فاكرين حضراتكم السايكلوفوسفامايد اللي احنا خدناه في الانتي كانسر دراجز كان بيحصل له اكتيفيشن ازاي، ويدينا الاكرولين في الاخر الباي برودكت، القصه دي كلها كان عن طريق السيتوكروم بي 450. حضراتكم لو رجعتوا تاني للسايكلو يعني الالكايليتنج ايجنتس بتاعت الانتي كانسر ايجنتس هتفتكروا الكلام ده انا قلته هناك قبل كده. مثال تاني، مثلا الدواء ده انتي كانسر ايجنت اهو مختلف، ادي الجزء اللي انا بشاور عليه ده الاسايكليك او الاي شوجر بارت، وادي الشوجر بارت اللي هو الريبوز، وادي سي اتش 2 او اتش، بس رحنا مركبين عليها الجزء ده احنا اللي قاصدين طبعا، واحنا رحنا مركبين عليه الجزء ده. طب احنا عملنا الشكل ده ليه؟ علشان اصلا الدواء بتاعي يحصل له اكتيفيشن فين؟ في الليفر باستخدام السيتوكروم بي 450، ويريليز بنفس الطريقه اللي احنا شفناها في السلايد اللي قبل كده المونوفوسفيت، المونوفوسفيت اللي هو الار سي مونوفوسفيت انتي كانسر اللي انتم شايفينه ده، هيشتغل از انتي كانسر فين؟ في الليفر بالظبط زي ده. ده هيبقى يشتغل انتي فايرال فين؟ في الليفر. يبقى انا لو انا عاوز اتارجت دواء عشان يوصل للليفر اروح انا عامل منه الفوسفيت خلاص اللي هو الشكل الشكل الفوسفيت بتاعه فوسفيت بارت، اروح عامله في الشكل ده واركب عليه اي مويتي ثانيه هنا، بحيث ان السيتوكروم بي 450 اللي موجود يعني الدواء ده يروح لكل اجزاء الجسم بما فيها الليفر، بس مش هيتاكتف غير في الليفر عن طريق السيتوكروم بي 450، ويديني الاكتف فورم بتاعه غير في الليفر. وطبعا نفس الشكل ده موجود في كل خلايا الجسم بس ما لهوش اي لازمه خلاص، مش هيتاكتف، مش هيديني ريليز للشكل الاكتف ده. نفس الحكاية هنا. أشكركم، أتمنى أن أنا كنت قلت المحاضرة بطريقة بسيطة جدا، ويا رب يعدي مصر من الأزمة اللي احنا موجودين فيها. ولو ليكوا أي استفسارات ياريتكم تبعتولي على الإيميل بتاع الجامعة أو تبعتولي رسائل على اللي هو الإيليرنينج سايت، وأنا سعيد جدا بأي استفسارات تيجي من طرفكم، والدفعة بتاعتكم دي أنا فعلا بحبها، وجود لك ليكم. شكرا.